عسلم. نحب نوضح حاجة بالله، وقت اللي نتكلم أنا الناس يقول لي أول حاجة يقول لك معارض. أنا قلت أنا الأول مانيش معارض وما نحبش نكون معارض، ومانيش معارض عليها على خاطر ما نطالبش بالحريات. المعارضة في تونس أنا كله ما يطالبوا حرية الصحافة، الحريات العامة. أنا بالنسبة لي أنا واحد يطالب بن علي بحريات، والله العظيم بصراحة باش نقولها لكم، ما نحبش الخطابات. نتكلم من تونسي لتونسي، عندي أنا اللي يطالب بن علي بالحريات، الناس اللي في منوبة مظلومين، يتسمم ظالمينهم حاطينهم في منوبة. عندي أنا اللي طالب في الناس هذوما، أنت حكاية فارغة. كما كل مرة نقرأ كالحزب دي، حزب سمعوني في الكلمة كراكوز نتاع معارضة البي دي بي نتاع نجيب الشابي، اللي عامل ضربوا فلسطين فوند كوميرس وراه، خرج واحد قال حاب يحكي على ولاية طرابلس، قالوا لا ما نجبدوش الأشخاص احنا، قالوا الراجل فد وحده انطق، قالوا ما على شنو تحبوني نحكي اليوم؟ كما نحكيش على فلوسنا المهزوزة، شنو نحكي على البنك اللي خلاته مرت عمي توفات حتى ربا بيك ما حبش يهزو؟ معناتها أنا أنا شو نقول؟ نقول هذايا معناتها السيد هذا يسمو يمشي، ويقولوا لي لا أنت تحب قلب النظام في تونس. أنا عمري ما مانيش معارض، أنا ما نحبش قلب النظام. يا اخي فما نظام في تونس، كان فما نظام كلموني بالله علموني. فما مافيا في تونس، انا نحب ونتمنى لتونس كاي تونسي وان نقيم نظام، والنظام هذا ما يكونش التلغميج نتاعو الديمقراطيه. انا نحب خير من الديمقراطيه، وكتونسي طموح نتوق ما احسن الى الديمقراطيه اللي هي العداله، كل شيء يجي منها. بالنسبة لنا الديمقراطية معناتها برودوي ديريفي نتاع العدالة. شنو هي الديمقراطية؟ ما باش تحط مصر وتقول تحب كل 4 سنين شكون تحب تحط يمشي البلاد، وولدتنا أمهاتنا أحرار. عندك الحق تتكلم، السيد هذا ما عجبنيش، السيد هذا غلط، السيد هذا بلاصته مش هذيا، السيد هذا كيفاش وصل شاف السيرفيس ودخلت وفلان وتجبد. عندك الحق تتكلم، هذه الديمقراطية اللي تحكيوا عليها. أنا نحب مخير، نحب العدل، نحب كارد ايدونتيتي ما عادش فيها بناي وما عادش فيها بي دي جي، يتعامل الناس كل كيف كيف. هذا اللي نتوق، وتونسي يعيش حر متفرهد في بلاده، توريست في بلاده. هذه البلاد الناس كل ملكوه اكثر شيء من جمال. لكن النهار نسل واحد من جمال معروفه جمال بالشيمينيه تاع قال لي يا حسره مو هدوه واخذوه واخذوه الجماعه قسموه، اكثر شيء من حلق الواد، الكنال تاع حلق الواد. حياتنا كامله عشنا في التوانسة كل يعرف الكنال، فما ناس صيادة بالفلوكة يخرج الصباح بكري يصطاد الجاب ربي ويبيع. قالوا لهم ليه عملوا مشروع متاع تربية الحوت، عملته الفاميليا وحكموا عليهم يخدموا خدامة عندهم، ما خلاو فيها حد شيء، مش اللاك متاعتهم، ما خلاو شيء لا كبير لا صغير. هنا الناس هذوما ما عندي من طالب منهم، هذوما مافيا ما همش نظام. ما نحبش قلب النظام في تونس، انا نحب نحطه نظام. والحاجة الأخيرة برشا مازالوا يسألوا فيا على الانتخابات، يا ولدي انا انتخابات يا اخي، فما انتخابات يا ولدي تزييفات. لا وحقك تترشح يلوم عليا، علاه تحبوني نقبض تحت الطاوله؟ انا انسان عمري ما نقبض على مصلحه تونس لا فوق الطاوله ولا تحت الطاوله، والانتخابات ما صارش به. وانا نحدد الكالندري بن علي، نحدد له التيران وين يلعب، مش كيما المعارضه هذيا نتاعو يتهابتوا على الانتخابات وين يحدد لهم هما كل قلت ما يعملها لهم يعطوا. لا انا الانتخابات مش بصار بهم، فماش انتخابات في تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.